السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله. اليوم في فيديو جديد في لعبه روبلوكس. طبعا يا اخوان في هذا الفيديو راح نلعب تحديث، نزل تحديث يا شباب امس، ما ادري هم يقولون ان في حيوان جديد، عرفت اللي هو خروف، فبروح شباب نشوفه ان شاء الله يطلع شيء رهيب. طبعا شباب قبل ما ابدا احب اقول لكم يا شباب، ادري شوفوا انا سجلت هذا الفيديو، في فيديوهات سجلتها قبل راح تنزل لكم بعد هذا الفيديو، فما ابي احد يستغرب اذا شاف فيديوهات جايه اقدم من هذا الفيديو. المهم شباب انا حبيت اني اعلمكم يعني عشان ما يجيني بعدين احد في التعليقات يقول يا هذا الفيديو قديم ولا شيء، بس يعني للعلم وفقط. حبايبي لا تنسوا الاشتراك في القناه، ضغط زر اللايك، نشر هذا الفيديو. شكرا لكم على الدعم الاسطوري يا شيخ. الله يا اخي قف قلب عشان المشاهد، قف قلب، ادري قلب ضعيف ما اعرف اسوي قلب، بس اهم شيء انها توصل. الله يسعدكم، شكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم الف عافيه. ما شاء الله كل فيديو شباب يوصل ترند، يعني والله يا اخي احبكم يا شيخ. اوكي الله عمر، خلينا نتوجه للمدينه ناخذ يا شباب الرهيب لعيونكم البات دراجون يا شباب، ونتوجه ونشوف وش يخبولنا بعدين. شباب هذه البيضه اللي فوق ابيكم تكتبوا لي في التعليقات وش سالفتها، ما ادري اول مره اشوفها، فيلا شباب خلونا ننطلق. اوكي يا اخوان هذا اللي شوفوا شباب، هنا في بيضه. السلام عليكم. ها شو السالفه؟ طيب انا اخذت هذه البيضه، لحظه ايش قفت ولا ايش بالضبط؟ ابغى اعرف وش سالفتها هذه. والله هذه هي. اوكي دقيقة ايش السالفة؟ لا بس غريب يا اخو، بعدين تعالوا دقيقة انا يا شباب هذا اوكي هنا، معلش يا البات الجميل دقيقة، بسم الموسيقى. الله يقول لك هذا بيروح بعد 14 يوم، طيب وش هذول اللي هنا؟ اوه هذول اشتريهم بالفلوس حق البيض. اوكي اتوقع ان كل بيضه كل بيضه تعطيني 10 ريال. طيب خلونا يا شباب نشوف هذا الجميل، 250 ريال. اوكي يا شباب انا اخذته، يا سلام تعال 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 هنا. الله الله شوفوا شوفوا كيف يا اخوان، والله شكله جميل. تعال تعال الله شوف كيف، ابى اشوف ايش تصنيف هذا الخروف. عادي يعني مو يعني ما ادري اذا كان ما يعتبر مره نادر، بس باخذ منه انا 4 حبات احتياطا. هذا يا شباب هو الخروف، شوفت عينكم مثل ما تشوفون يا اخوان، هذا هو الخروف. اتوجه للمدينه اشوف ايش الاحوال، في شيء جديد صار اتوقع. قال اوه شوفوا هنا شباب بيضه ثانيه. الله نجمع لنا يا اخوان كم بيض. اوه والله في مليان منتشره. اوكي السياره هذه موجوده عندي. هلا سانتا كيف الحال؟ لازم يا شباب نسلم على سانتا. طيب اوكي اوبا هذه كان لونها مختلف صح؟ صح كم تعطيني هذه؟ نفس الشيء ما اختلف يعني. اوه هذه هنا كمان لونها مختلف اخضر، هذه لونها ازرق. شوف شوف اخوان في واحده فوق، شكلي يا اخوان بستعين بواحد من الحيوانات اللي تطير علشان اقدر اوصل للمكان هذا اللي فوق، افضل افضل صح؟ فا اوكي انا خذينا هذا الخروف. يلا تعال 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 يا البات، تعال تعال يا البات، خلينا نروح يا وحش تعال. اوكي بجمع لنا كم من بيضه يا اخوان، وبعدين يا اخوان بروح اشوف المتجر اللي هناك، ممكن يا اخوان نشتري لنا شيء من هناك. اوه لقيت بيضه يا اخوان، والله يا اخوان البيض منتشر في كل مكان. اوه شوفوا هنا يا اخوان في بعد واحده تحت اخذناها، اتوقع تحديث مو ما ادري، بس انه مضاف الخروف هذا تحديث بسيط يعني مو مره قوي. عاد ما ادري انتم تكتبوا لي في التعليقات اذا كان قوي ولا لا. كني لمحت بيضه، كني لمحت يا شباب. الله يا عمر نظرك تعبان. اوه الا لا هذه اللي اقصدها عزيزي المشاهد. طيب خلوني بجمع لي كم من وحده على السريع. فوق المستشفى ما في شيء. والله يا شباب ما شاء الله انا كني لمحت بيضه. نعم نعم صحيح لمحت يا عمر. خلينا اول شيء نشوف هنا فور البيوت في السياره، ممكن يا اخوان كذا تحصلون شيء. وين البيضه اللي لمحتها هذه فوق؟ جميل. وهناك بعد لمحت بيضه، في هنا بعد واحده، واحده هنا فوق. الله ما في شيء يا شباب، خلونا اوكي ما في شيء هنا، ممكن ممكن هنا ممكن شوف. لا والله ما في شيء، كنت اتمنى بس لو يحطون واحده هنا. هذه هنا يا عمر تحت، صح عليك.
شاء الله يا أخي ذكي ذكي يا شباب، ذكي ذا الولد ما شاء الله عليه. معلش الباد دراغون بنكرفك شوي، تحمل. أوكي هنا شوف في واحدة هنا في السطح، شيل. وهنا يا أخوان لقينا واحدة جنب السفينة، باخذ كذا لفة هنا على السريع. طيب هل في جوا البيوت شيء؟ أبتأكد أنا، مو جوا جوة المتجر هذا وكذا. لا ما أتوقع ما في شيء. لو في شيء كان تبين. ما في شيء لا. أوكي خلينا نكمل طريقنا. غالبا بتكون برا منتشرة أو أنها تظهر كل، أيوه أتوقع أنها تظهر كل شوي في مكان معين يعني، ما أتوقع أنها يعني بشكل عشوائي، عرفت؟ ما عندك شيء أنت يا الغالي؟ سانتا اللي سرق البيض كام؟ ها شوفوا هذه هنا. أتوقع سانتا عندك، سانتا عندك بيض شيء تخبي مننا ولا من هنا ولا من هنا؟ علمني. علمني لا بالكعبة الحين، أجيب لك الكعبة الحين على جبهتك. هنا ممكن في شيء؟ ممكن ممكن؟ لا اتوقع لا، ما اتوقع يا اخوان في شيء هنا. اوه هذا المكان والله اول مره اجي صح، هذا حق السيارات، هذا ما قد دخلته في حياتي. شوف هذه هنا توها تظهر يا اخوي، يطلع البات فيك. اوه شوف هذه هنا يا اخوان فوق. اوكي وراح بتوجه مكان هذا المخيم، اتوقع يا اخوان هنا ممكن يكون فيه شيء. ايوه شفتوا كيف، والله ما شاء الله عليه يا اخوان، توقعاتي صحيحه يا اخوي. ما هو بنا ما هو بنا، بخلص يا اخوان مهام البات واجيكم على السريع. تدرون يا اخوان سحبت على المهام، لقيت يا اخوان وزعوا بيض مره ثانيه بشكل كبير، شوف كيف. فوالله كفو عليهم، خلونا يا اخوان ناخذ لنا كذا كم من مجموعه، بعدين بروح هناك المتجر واشوف. مو متجر هو، هذا المنطقه الجديده هذه اللي اضافوها، ما ادري بشوف ايش فيها، هل فيها شيء مثلا يستاهل نقدر نشتري ولا لا. اوكي اخوانا جمعت 400، هذه بعد واحدة زيادة، فبروح اشوف ايش الموضوع. اول شيء خلينا نشوف، يعطيك العافية البات ما قصرت. خلونا اخوانا نشوف هنا. اوكي اوبا والله غالية يا اخوان، ايش السالفة؟ وش ذا؟ ها هذا شيء ترميه يعني لهذا، توقعت يا اخوان في شيء يعني يستاهل عوافي. طبعا هذا هو شباب الخروف، برضو قالوا في تحديث للاثاث حق البيت. للامانه انا والله الاثاث ما اهتم له كثير، اذا انتم مثلا مهتمين له كثير اكتبوا لي في التعليقات، ممكن في اذا كان مثلا في تحديث قادم للاثاث واضافوا اثاث ممكن افيدكم فيه. انا يا اخوان للامانه ما احب اخش واستكشف في الاثاث، احس مزعج. هلا اقول تدري خليني نشوف. اوكي ايديت، اوكي وش اضافوا؟ بس مشكله ما ادري. اها هنا هذا نيو. اوكي هذا وش هو؟ اوه لحظه سل بيع هذه الاغراض. وش ذا؟ اوكي شوف كيف، هذه وسادة أرنب أتوقع عشان ينام عليها الحيوان، وهذا أتوقع سرير. لا استعبان. أوكي هذا بعد سرير، هذا إيش؟ آه مكان الطعام هذا أتوقع. نرجع ونشوف. طيب الجدران أضافوا جدار، إيش هذا الجدار الجديد؟ والله لحظة لا غلط ما بي لا خلينا على وضعنا يا الغالي. طيب الأرضيات، الأرضية نفسها. والله حلوة يا شباب صح؟ اكتبوا لي في التعليقات. بس هذا أحسها يعني كشخة أكثر. أوكي غالبا هذه الأشياء بس اللي أضافوها، ما في شيء زيادة. وبس يا شباب هذا هو التحديث اللي أضافوه. هذا هو شباب الحيوان الجديد خروف، أتوقع أنه مو مستمر على طول، فترة مؤقتة ويروح، أتوقع بعد 14 يوم يروح. والله يسعدكم يا اخواني، إلى هنا نكون وصلنا نهاية هذا الفيديو، كان فيديو خفيف لطيف يعني، حبينا نغير الجو شوي وبرضه نشوف ايش صار في التحديث الجديد. فأتمنى يا اخوان تكونوا استمتعتوا، لا تنسون الاشتراك في القناة، ضغط زر اللايك، نشر هذا الفيديو، الله يعطيكم العافية، والله أدري أنكم ما تقصرون، وشكرا شكرا شكرا جزيلا لكم بإذن الله، أننا يا شباب مستمرين وللأفضل بإذن الله. الله يعطيكم العافية. في نهاية كل فيديو أحب أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام.